عندنا لسه اكيد كلام كتير جدا عن الكره المصريه، ويعني خلينا نقول وافريقيا، والمنتخب كمان اتكلم عن كاس امم افريقيا والنهائي وغيره وغيره من الملفات المهمه طبعا، والنادي الاهلي والاستعدادات لمباراه شباب لوزداد تحديدا وغيره كمان من الملفات. خلينا نقول اللي بيطلق عليها او بيطلق عليها البعض الشائكه. كل ده خلينا نرحب في البدايه بس مع كابتن ايهاب جلال نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق. صباح الهنا. صباح كريم. صباح الفل. صباح الفل، منورنا. الله يخليك، شكرا. تعالى نبتدي بماتش النهارده النهائي نيجيريا وكوت ديفوار، ورؤيتك للماتش ده هيسفر عن ايه في الاخر؟ يعني بص، طبعا بطوله افريقيا كلها فيها زي ما حضرتك قلت كده في حاجات شائكه جدا فيها مع كل الاحداث يعني. صحيح. انما انا شايف طبعا كوت ديفوار كانت خارجه بره خالص، كانت خرجت بره اصلا. لو كانت المغرب سوري الجزائر كانت عدلت ماتش واحد نقطه واحده خدتها كانت هي اللي دخلت. انما مباراة النهارده هتبقى صعبة جدا. أنا شايف إن نيجيريا، بالنسبة لي أنا نيجيريا هي اللي ممكن تكسب البطولة، رغم إن هي بتلعب في كوت ديفوار والجمهور عامل الجمهور طبعا، إنما برضه ممكن تحصل أحداث غريبة شوية إن ممكن كوت ديفوار تكسب واحدة، يعني فرقة جاية من بره خالص يعني روحوا. غريب إن كوت ديفوار يتقال عليها إن هي جاية من بره خالص، لو بصينا لتاريخها هنندهش قوي من الواقع ده. طبعا إنما بدأت وحش جدا، بدأت أول مباراة كسبتها، اتغلبت تاني ماتش وتالت ماتش اتغلبوا الماتشين كانوا وحشين جدا جدا، واتغلبوا 4-0 من غينيا الاستوائية. طبعا كان عندها مشكلة، المدرب بتاعها مشوه، خرجت بره، روحوا البيوت، روحوا، ولما الجزائر ما صعدتش راحوا مرجعينهم تاني مع مدرب اللي هو المساعد بتاعهم، مساعد المدرب. فطبعا المباراة النهارده هي هتبقى مباراه حلوه، مباراه كويسه، وهم ابتدوا لما عارف انت كريم لما فرقه تطلع بره خالص وتخش تاني خلاص بتفرق الحياه، قعدتهم الحياه فعلا. وهيبتدوا وابتدوا هم يبقوا كويسين، يعني هم ابتدوا في الماتشات كل مباراه يكسب 1-0 بس، انما هم ماشيين يعني الى حد ما برضو ماشيين كويس مع الراجل المدرب بتاعهم الجديد. انما نيجيريا من اول لما دوري المجموعات وهي ماشيه كويس قوي، يعني شايف ان نيجيريا عندها حارس مرمى جيد جدا، لعيبه كويسه جدا. انما مشكله الكوت ديفوار ما عندهمش غير 3-4 لعيبه هم الكويسين بس، حارس المرمى ضعيف جدا، يحيى فوفانا يعني ضعيف جدا، هو طويل جسمه كويس انما تحس ان هو مش قوي، يعني مش قوي جسمانيا، تحس ان هو مخلع كده هو واقف في الجون. انما حارس مرمى نيجيريا حارس مرمى جيد جدا، ماشي في كل البطوله من اول بطوله لغايه المباراه النهائيه ماشي كويس قوي. طبعا دايما حراس المرمى هم اكتر ناس بياخدوا عين طبعا حضرتك عين طبعا. ان برضه انا بحلل المباراه، بتفرج برضه انت عارف يا كريم، بتفرج مش زي الجماهير يعني أكيد. بتفرج أكيد. انا من شق تحليلي شويه بالظبط كده، واقع خبرتك يعني مثلا يعني في الجون ده كويس قوي، يعني ممكن لو في مشكله بالنسبه لكوت ديفوار هتبقى بالنسبه لحارس المرمى وبقيه الفرقه، لان هم ما عندهمش غير 3-4 لعيبه هم اللي كويسين قوي بس. انما وحارس المرمى ضعيف جدا، انما نيجيريا هتحس ان هم السكواد اقوى يعني. السكواد اقوى جدا، لعيبه كويسه جدا في كل المراكز، لعيبه كويسه، حارس المرمى جيد جدا، فالمباراه النهارده هتبقى صعبه جدا. انما ممكن كوت ديفوار تكسب برضو، الواحد ما يعرفش برضو. لكن الارجح هي كفه نيجيريا. كفه نيجيريا بالنسبه لي انا طبعا، لان هي بادئه كويس قوي ومستواها متدرج كويس، انما واحده فرقه جايه من بره خالص ابتدت تعيد حساباتها وتمشي كويس معقوله شويه، انما مش زي نيجيريا. نيجيريا تحس ان فرقه تقيله، فرقه تقيله جدا، انما عامل الجمهور هو ممكن يساعد كوت ديفوار شويه، ورئيس الجمهوريه هيحضر، ويعني في يعني احتفاليه كويسه جدا، ممكن كوت ديفوار تعبر عن نفسها، ممكن الواحد برضو ما يعرفش. انما انا شايف ان نيجيريا على الورق نيجيريا احسن كتير. كلام محترم. طب بما ان احنا اتكلمنا عن حراس المرمى، تعالى كده نروح للبطوله وتقول لنا كابتن ايهاب مين اكتر حارس مرمى شايفه الاقوى بغض النظر لو كان اختيارك على نيجيريا يعني، ومين كان من وجهه نظرك مفاجاه في المستوى؟ مستوى كويس ان هو كان وحش او حلو؟ يعني برضو مستوى نيجي من الاول خالص، الشناوي برضو كان نفسي كان يبقى يدي مردود احسن شويه، يعني انا الشناوي لان هو برضو الشناوي ليه اسم كبير طبعا، ورقم واحد وبرضو من حراس المرمى الجيدين جدا في افريقيا، انما الفرقه كلها فرقه مصر ما كانتش بالمستوى اللي هو كويس ان هي تساعد الشناوي يبقى كويس.
انت فاهماني؟ برضو الفرقه بتديك ايحاء انك انت برضو هبقى كويس او مش كويس. والعكس صحيح برضو. والعكس صحيح يعني طبعا. برضو ان الفرقه لما تستشعر ان حارس المرمى بتاعها واحنا مش، ولا انا مش بتكلم على المنتخب في كامل طاقته في المطلق يعني عموما لا برضو ده بيدي حافز فظيع للعيب. بص كمان يعني انت عندك ما كانش في خط الدفاع بس، ما كانش في محمد عبد المنعم هو اللي معقول شويه كويس، انما حجازي كويس وكل حاجه بس مش 100% مش مردوده مش 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 احسن حاجه. الراجل كان عمال يغير في هاني يلعبه الماتش الاولاني وبعد كده يلعب الماتش الثاني عمر كمال وبعد كده الباك ليفت يلعبه شويه. كان كل هجمه عليك يا بجول يا فرصه مؤكده ضايعه. غير كده كمان كريم انا اول مره اشوف منتخب مصر يخش فيه 6 جوان، عيب ما يصحش ما ينفعش. يعني في البطولة افريقيا كلها دي اما كنا بنلعب زمان يعني او في الفتره الاخيره برضو يخش فيه جونين مثلا ولا حاجه او 3 يعني منهم ضربتين جزاء او ضربه جزاء. فطبعا المردود ما كانش كويس، ده اللي كان بالنسبه للشناوي. انما في حارس مرمى غينيا الاستوائيه كان هايل جدا اسمه اونو، كان برضو هايل جدا، انا شفته من دوري المجموعات ده كان احسن واحد، كان هو المردود اللي مدي شويه كويس يعني في ماتش كوت ديفوار كان هايل جدا، كسبوا فيه 4 كان هايل جدا. بعد كده طبعا ويليامز حارس مرمى جنوب افريقيا هايل جدا، ولد عنده ثقه في نفسه. سيبك من ضربات الجزاء، ضربات الجزاء انا حتى قلت لهم، انا كنت دخلت مداخله بعد في احدى القنوات يعني ان بيقول لك ان الحارس ده كويس في ضربات الجزاء، قلت له لا مش لازم هو صد ضربات جزاء لانه دارس الفرقه كويس، دارس وبيقرا كويس، يعني الحارس المرمى لازم يقرا اللعيب ويقرا الجيم. التفصيله دي تحديدا تخلينا لازم نقف عند ابو جبل. تمام، بس ابو جبل المدرب اللي قال له اعمل كده. يعني انا اعتقد ان المدرب هو اللي قال له اعمل كده. هو تكتيك، هو 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 تكنيك وتكتيك الحارس المرمى بيعمله من خلال المدرب، يعني انا مثلا في حارس مثلا ممكن اقول له ايه؟ يروح مره على اليمين والكره الثانيه يروح على الشمال. وافضل على الشمال في الاربعه اللي بعديها الثلاثه اللي بعديها. بس هو ده توجيهات مظبوطه، ده تكتيك من بالنسبه للحارس. بس ده مش الطبيعي يعني، مش ده الطبيعي. لا طبعا، هو مش المفروض ان التكتيك الاظبط هو ان حارس المرمى عينه على الكوره وبيترمي ناحيتها؟ بتبقى صعبه ما فيش حد يعني يترمي يا يمين يا شمال وزي ما تيجي. بص يا كريم، انا لازم اقرا حارس، يعني انا دلوقتي حارس مرمى وانت هتشوط عليا، انا لازم ابص لك اقراك، حتى ممكن اقرا صح وممكن اقرا غلط، بس في الغالب في الخمس ضربات جزاء لازم هتصد واحده يعني اكيد واحدة على الاقل يعني. انما ابو جبل عمل، راح مره الاول مره راح شمال وبعد كده راح يمين كله. ما ينفعش ان انا اعمل ال 12 ضربه جزاء اروح في حته واحده، يعني ده ما ينفعش، لازم اغير في حاجه غلط، اكيد لازم اغير. عايزين بس ننوه طبعا ان اللقطات الحيه دي لقطات فعلا حيه دلوقتي لتدريب حراس المرمى للنادي الاهلي عندنا، بقيت الفريق في الجيم عدا حراس المرمى. لا كويس طبعا. ده طبعا بيستعدوا، نتمنى لهم طبعا التوفيق في الماتش الافريقي طبعا. انما من ابو جبل عمل خطا كبير جدا، انما ما ينفعش 11 كوره او هتشط عليك تروح ناحيه اليمين بس، لازم انا افكر حتى لو المدرب قال لك. يعني انا ساعات جدا في ضربات الجزاء بكون انا مدرب وفي ضربات جزاء مباراه يعني ما بعملش كده، اقول له مثلا بنعرف مثلا قبليها اللعيبه دي بتشوت يمين بتشوت شمال، فتروح على اللي هو بيشوت عليه. ده اللي عمله ويليامز في ماتش ال هو اتكلموا في النقطه دي كتير، قال لك بيبقى مفروض حارس المرمى بيلاحظ حركه الايد، لو حركه الايد الشمال اتحركت الاول فهو هيلعب بالعكس، هيلعب باليمين او ناحيه اليمين. دي حاجه تعمى، هل الكلام ده برضو يعني مظبوط؟ لان انا قعدت اقرا شويه على موضوع الضربات الجزاء وغيره. بص يا هوندي، هي المشكله كلها مش كده قوي، اصل مفيش وقت انك تعمل كده. يعني في واحد يقول لك ايه، اصل رجله لو اتحطت لا المفروض يبقى عنده سرعه بديهه، ده فور كويس شور يعني كويس، بس اهم حاجه في حارس المرمى انه يبص في عين اللي هيشوط فيه، اللي هيشوط عليه لازم العين ومش ومش القدم. يعني انا وانا بتفرج على مباراه امبارح في ضربات الجزاء والله العظيم بجد، وهو الولد بياخد الكوره وبيبص بيحط الكوره ويبص يمين او شمال، انا والله على طول اقول هيلعب في اليمين وبتطلع فعلا بتروح على اليمين. يعني انت لازم تقراها. اللي كان بيعمل حاجات دي كمان كان ثابت البطل الله يرحمه. يا سلام كان عليك. خلينا بقى بعد اذنك يعني نقف كده عند كابتن ثابت، نطلع فاصل ونرجع يعني نبتدي الكلام عنه.
اهلا بكل حضراتكم من جديد. كنا يعني كابتن ايهاب كان بيبتدي ياخدنا لزمن غير الزمن واسماء غير الاسماء، وكنا بنتكلم على كابتن او هنبتدي نتكلم على كابتن ثابت البطل. ثابت البطل الكريم كان يعني عشان كده بقول لازم الحارس المرمى يقرا الجيم ويقرا اللعيب اللي قدامه اللي هيشوط عليه. كابتن ثابت البطل ده الوحيد اللي انا شفته في حياتي هو اللي كان بيعرف ازاي يقرا الجيم، مش كمان يقراها، يعني مثلا يقول لك الاوفر ده هيتلعب من ناحيه الشمال مثلا من طارق يحيى مثلا، هيتلعب هيقعد في الحته الفلانيه، اروح انا استناها، بيروح يستناها. وفعلا ثابت البطل ده كان الله يرحمه كان مجموعه لقطات، كان شخصيه بنتكلم. وكمان في كاس افريقيا 86 ده صد ضربتين جزاء برده كان هايل يعني ثابت. لا ثابت من النوايات اللي هي ما تتعوضش في حراسه المرمى صراحه، وكان ثابت فعلا 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 وشخصيه وكان بطل برده وبطل جداً. والله العظيم بجد يعني وكان شخصيه نصيب من اسمه والحارس ده كمان كان جامد جدا نكونه ده، لا ده كان فظيع برده حارس مرمى. ايه اللي اختلف كابتن ايهاب من يعني خلينا نقول مش الثمانينات بقى يعني بعيد قوي الثمانينات برده، خلينا نقول يعني اخر التسعينات او التسعينات لحد دلوقتي اللي اختلف بالنسبه للعيبه؟ كواليتي اللعيبه، كواليتي اللعيبه وبالنسبه لكره القدم في العموم الفلوس تدخل راس المال حضرتك بتتكلم يعني. بص حتى في الفن بيقول لك انا هاوي، حتى لو هو محترف بس يقول لك انا هاوي. يعني ايه هاوي؟ يعني بحب الحاجه اللي انا بعملها. صح يا كريم؟ اكيد مظبوط طبعا. الكوره ما بتقفش بقى عند ماديات خالص، بالظبط الماديات بتيجي كده كده، انما انا بعمل حاجه انا بحبها، بصحى من نومي عشان اروح اصور حاجه انا بحبها، صح ولا غلط؟ مظبوط. الكوره نفس الكلام، انا بلعب كوره ليه؟ عشان بحب العب كوره. انما لما دخلت الفنيات، لما دخلت الفلوس على الفنيات بعدت شويه الفنيات. غير كده زمان كنا احنا بنلعب واحنا صغيرين كنا بنلعب في الشارع، الشارع ده بيخليك بيفرز لعيبه، هو اللي طلع الحريفه كلهم طبعا. ما فيش حد لعيب من زمان ما لعبش في الشارع. دلوقتي ما فيش حد بيلعب في الشارع، حتى المدارس ما بقاش فيها حوش. يعني ايه ده بجد؟ خالص ما بقاش فيه، ما بقاش فيه، حتى الموسيقى اتلغت، كل حاجه اتلغت. فكل إيه حاجه الكلام ده؟ ده من والله امتى؟ ده واقع مؤسف قوي، واقع مؤسف. عشان كده بقول لحضرتك اللي اختلف الكواليتي اللعيبه زمان عن اللعيبه دلوقتي ان ما فيش الكلام ده، والفلوس دخلت، راس المال دخل بوظ كل حاجه. معلش سؤال، راس المال دخل بوظ بحته ان هو اشتغل او لعب في الانتماء؟ يعني دلوقتي كمان مش قصه ان انا بقيت اجيب بارقام كبيره، ولو انا بتحكم في راس مال كبير اقدر ان انا اشكل الفرقه اللي على مزاجه يا تنجح يا لا، لان مش كل التجارب بتنجح. ولا كمان تدخل في قصه الانتماء؟ اصبح دلوقتي اللعيبه ما عندهمش انتماء زي الاجيال اللي احنا بنتفرج عليها دي، انا هيجي لي اوفر احسن هروح بغض النظر عن انتمائي وانتماء عيلتي وقصه بقى ان انا ابن النادي او ابن النادي الفلاني. شفنا نماذج كتير بالطبع اللي هواد بتتكلم عليه للاسف الشديد. عشان كده بنرجع نقول تاني، الجماهير هي صاحبه الانتماء الاول والاخير. برافو عليك. عمرك ما تلاقي واحد من الجماهير غير انتمائه، نادرا جدا. صح. لكن اللعيبه دلوقتي اصبحت معظمها راس المال هو اللي بوظ الموضوع كله، بوظ منظومه الرياضه والكوره في مصر. طب وليه ما يتوظفش صح بحيث انه بدل ما يفسد يصلح؟ بالظبط كده. بس امتى؟ ما هو في مثل يقول لك ايه، الفلوس مع أيوة. مع المفهوم مفهوم مفهوم، انت فاهمني؟ ايوه طبعا. فهي كده، لو انت مش راكز او انت مش فاهم انت الفلوس دي اللي بتاخدها هتعمل بيها ايه، او انت هتتصرف ازاي، او هتلعب بيها كوره ازاي، يبقى ملهاش لازمه. يبقى قله الفلوس احسن. زمان لما كنا بنلعب ما كناش بناخد فلوس كتير، كنا بناخد بنعيش كويس، عايشين كويس وراكبين عربيه وكل حاجه ما فيش مشكله، انما مش زي دلوقتي. مش زي دلوقتي خالص، مش زي دلوقتي، لان كنا بنحب اللعبه. يعني كنا بنروح مثلا نادي التمرين الساعه 3 العصر مثلا، كنا بنبقى كلنا الساعه 11 في النادي من غير ما حد يقول لنا، من غير ما حد يقول يعني لنا. الالتزام كان كمان كنا مختلف. ملتزمين جدا، كنا بنحب النادي. يقدر حد يقول لك انا هسيب النادي واروح مثلا العب في نادي تاني؟ لا يمكن تحصل، ما كانتش بتحصل. اللي بيجي يروح النادي الاهلي لغايه ما يبطل بيبقى في النادي الاهلي، اللي بيروح نادي الزمالك او نادي الاسماعيلي ممكن يحترف يعني على سبيل مثلا انما ما يروحش، ما يقول لك انا جاي لي مثلا 10 جنيه في النادي زياده هروح، لا ما فيش الكلام ده. فكان الموضوع دلوقتي الكواليتي اللعيب، الفلوس هي اللي تتحكم فيه، الفلوس هي اللي تتحكم فيه دلوقتي. انما عشان ابقى لعيب كبير واروح بمبلغ كبير عشان أأدي فيه، لا مفيش الكلام ده. كويس جدا. مفيش الكلام ده. طيب بما ان احنا معانا برضو لقطات دلوقتي، نرجع تاني لتدريب حراس المرمى النادي الاهلي، خلينا نتكلم عنهم شويه.
يعني خلاص يعني مش هنتكلم على الشناوي تحديدا، خلينا نتكلم مثلا، خلينا نبدا بمصطفى شوبير. مصطفى شوبير تلاقي فيه اوقات تذبذب في الاداء، اوقات بيلعب بشكل رائع جدا وفي بعض الاحيان ما بيكونش المستوى اللي احنا نعرفه عليه. بتشوف ده طبيعي ولا لا؟ وهل برضو من وجهه نظر حضرتك وبمنتهى الصراحه بتقيمه قد ايه حتى هذه اللحظه، وشايف شايف له مستقبل ازاي تحديدا شوبير؟ وبيشبهك او بيفكرك بمين برضو من الاجيال القديمه؟ شوبير مصطفى انا اعرفه من هو صغير في النادي الاهلي، حارس مرمى جيد جدا، شخصيته كويسه قوي، انا احب شخصيته جدا، شخصيته في الملعب وشخصيه بره هايل جدا، وشخص رائع جدا ومحترم جدا جدا ومتربي كويس قوي. سيبك بقى ان هو ابن كذا وابن كذا، انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا بتكلم على شخصيه قدامي انا مرنتها وشفتها وعارفها. شوبير ليه مستقبل كبير جدا، بس اهم حاجه انا كإيهاب جلال لما باجي امرن فرقه او امرن حراس مرمى بشتغل على ثبات مستوى. انا يهمني جدا ثبات المستوى، مش ما يهمنيش ان انا العب مباراه النهارده كويسه عشان ابقى كويس، لا. هو في نهايه افريقيا كان رائع، كان رائع اللي قبل كده بصراحه، كان ممكن يكمل وكان ممكن يكمل. مصطفى في ميزه حلوه جدا، هو وحمزه علاء ومصطفى مخلوف، ان هم اولاد هاديين جدا، يعني عنده من الهدوء اللي يخليه ما يتعصبش، ما يخرجش بره الجيم. لا مصطفى فينا من نوعيات الموضوع الهادي جدا، يعني حصل في انفراده في ماتش النهائي طلع كانه مثلا واحد بيلعب بقاله فتره طويله جدا. انت فاهمني؟ في ثبات انفعالي، ثبات عنده، ثبات في المستوى، ثبات في نفسه، فده اللي بيخليه يشتغل كويس. يعني انا مره حللت له مباراه هنا في قناه الاهلي كان لاعبها، كان هايل جدا، هادي جدا، عنده شخصيه، اللعيبه عندها ثقه فيه جدا، وهو ده المهم جدا بالنسبه لحارس المرمى. انما انا شايف مصطفى من نوعيات الحراس المرمى اللي ممكن تكمل في النادي الاهلي وهيبقى حارس مرمى النادي الاهلي. حس كده بقى راي حضرتك ايه في يعني برضه من ضمن الاسماء اللي استجدت في الفتره الاخيره في النادي الاهلي الزنفولي في حراسه المرمى، وبرضه رايك في الصفقات الجديده عموما اللي استجدت؟ الصفقات كلها كويسه، عمر كمال عبد الواحد ووسام ابو علي هايلين جدا، اسامه ابو علي ده برضه هايل جدا، عمر كمال عبد الواحد هايل جدا، وبرضه على فكره عمر من ابن النادي، ابناء ابن النادي الاهلي، يعني كان في الناشئين في النادي الاهلي، صفقه طبعا كويسه جدا، لعيب منتخب مصر كويس، زنفولي حارس مرمى جيد جدا. انما انا عايز اشوف شخصيته لما يجي يلعب في النادي الاهلي، اهم حاجه شخصيه الحارس، عشان تلعب حارس مرمى النادي الاهلي لازم يكون ليك شخصيه مختلفه تماما عن اي حد. ربما دي موجوده فعلا في مصطفى شوبير وحمزه علاء. برافو عليك. حمزه علاء برده انا بحس ان هو رغم صغر سنه بس هو جول رائع بصراحه جدا. وشخصيته برده متماشيه جدا هيلة. مع النادي الاهلي انا حاسه كده. صح برافو عليك. ليه؟ لانهم متربين في النادي الاهلي. ومصطفى مخلوف على فكره كده. ومصطفى مخلوف مصطفى صحيح. ليهم شخصيه النادي الاهلي، ده مهم جدا. الزنفولي انا اتمنى طبعا ان هو جول كويس جدا ورائع ومحترم جدا وانا عارفه كويس، اتمنى ان هو شخصيته تمشي مع النادي الاهلي، يعني غير فنياته فنيا رائع جدا وكويس جدا، بس فرص المشاركه. انت دلوقتي عندك مثلا واحد زي حمزه علاء، هو يعني حارس مرمى منتخب مصر للشباب، فرص ان احنا نشوفه مع منتخب مصر للشباب قد تكون اعلى شويه من ان احنا نشوفه مع النادي الاهلي لاعتبارات كتير. صحيح، برافو عليك. وبرده كان في غلطه حصلت في المنتخب الكبير، يعني دايما منتخبات اوروبا الكبيره الحارس مرمى المنتخب الاولمبي بيبقى رقم 3 في المنتخب الاول. انا ليه مش فاهم ليه ما اتاخدش ده عشان ياخد على الاقل الخبره؟ صح، هو يعني انت نقطه مهمه الحقيقه. طبعا انت رايح اولمبيات باريس في شهر 7 الجاي او في شهر 6 الجاي، فانت ليه ما تاخدوش يبقى عنده من الخبرات طبعا. ان ياخدها حتى يقعد في المدرجات مش مشكله، بس إيه؟ انا معاك موجود. طب مين هيجاوبنا على السؤال ده؟ المسؤولين. طب بص والله انا هوند، يعني مانويل نوير لما كان في كان منتخب الاولمبي كان رقم 3 منتخب المانيا الكبير، هو بعيد بس بياخد الخبره، بياخد السنس بتاع الفرقه، بياخد خبرات كبيره جدا. بقى نوير في النهايه برافو عليك طبعا. بس وكلهم تريشتين كان كده، كلهم كانوا كده، بوفون وهو صغير كان كده. فانا نفسي دلوقتي في المنتخب الكبير دلوقتي لازم يبصوا للمنتخب الاولمبي يبقى رقم 3 بالنسبه ليهم او 4 مش مشكله، المهم يكون موجود معاهم، ده مهم جدا. ولازم الموضوع ده يكون موجود ومدروس، مش اي حاجه،
انت شايف الراجل حمزه علاء ده ما بيلعبش كتير في النادي الاهلي، ما بس جول المنتخب الاولمبي لازم يلعب في المنتخب الاول على الاقل، يبقى ثلاث يبقى رقم ثلاثه او اربعه مش مشكله. انت واخد لي مع احترامي يعني واخد احمد الشناوي، واحمد الشناوي مصاب، طب انت واخده ليه؟ طب ما تاخد حمزه. حمزه منتخب اولمبي واساسي في المنتخب الاولمبي، فده لازم زي ما حضرتك قلت مين هيجاوب السؤال ده؟ هم الناس. لا احنا عندنا اسئله كتير بلا اجوبه يعني خدنا يعني على كده بالظبط كده، برافو عليك يعني ربنا يستر يعني. طيب هروح معاك برضو انا وكريم كابتن ايهاب نستغل وجودك معانا يعني ونتكلم على المستقبل. يعني احنا اتكلمنا عن الوضع الحالي دلوقتي وفيما مضى، لو احنا نبص بصه لقدام شويه وبمنتهى الصراحه يعني احنا رايحين على فين؟ ولو هنقول مثلا بنسبه كام في الميه متفائل ان ربما يحدث او يحدث فعلا تغيير على الارض فيما يختص بما هذا الملف ككل بقى، ومش بتكلم بس كفرقه او كمنتخب، انا بتكلم في كل الاعمده ومنها والاساسي بالمناسبه التحكيم، لان انت شفت الحكام بتوعك المصريين افريقيا راحوا ازاي تالقوا ودي نقطه تحزنك. ليه تحزنني؟ لان انا دلوقتي عندي كوادر جيده وانا ما بقدرهاش في الداخل، فبتضطر ان هي تقدم الافضل وان هي كمان تاخد فرصتها في الخارج، فده يعتبر مش هقول فشل عشان كلمه كبيره بس يعتبر قسوه مني في الداخل. احنا ليه كده؟ يعني ليه يبقى عندنا كوادر بس لا يتم تقييمها وتقديرها في الداخل ودايما يبقى فيه بس انتقاد؟ على فكره هم بيغلطوا، بيبقى فيه مساوئ، بيبقى فيه كلام عليه علامات استفهام، بس هم في الاول وفي الاخر خامه جيده جدا وشرفوك. والله انا المعادله ليه كده؟ لان هنا يعني انت في بلدك مش مظبوط، يعني مفيش حاجه. يعني هل احنا لا يعني خلينا نقول مش نحارب الناجح بس ما بنديش فرصه للكوادر اللي عندنا عشان تظهر عشان تنجح؟ مفيش فرص. لا مفيش ولا فرص. هم بيتالقوا في البطولات الخارجيه اكتر من وجود. لا امين عمر من زمان هو حكم كويس، البنا حكم طيب. كويس محمد طيب. عادل حكم كويس جدا، ابو الرجال احسن حامل رايه في الشرق الاوسط كلها، ما حدش بيسمع عنه هنا، ما بيستضيفوش في اي حاجه. بالظبط. يعني ليه ليه ليه؟ انا نفسي افهم ليه. مش على الحكام بس يعني هوندا، على 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 المدربين. يقول لك مثلا ايه؟ احنا هناخد مدربين نديهم مش عارف يروحوا برا. مين هم المدربين اللي انت شايف من وجهه نظرك انت ان هم دول اصلح ناس؟ مين قال لك؟ هم الاثنين اللي هيطلعوا يعملوا معايا. هم قال لك في اثنين هيطلعوا، مين هم الاثنين؟ واشمعنى اثنين؟ يعني ليه اثنين؟ يعني دي مصر احنا 120 مليون. يعني ايه اثنين دول؟ لا ما مش هيطلع يعني مش هيطلع كله، بس يبقى في حاجه، يبقى في حاجه مستديره. طب بس كويس ان هم جم على اثنين. يا ريت بس بقى هتلاقي هيسلوا بعض في السفرين. مين بقى هم؟ هتلاقي الاثنين مين هم؟ الناس اللي هم يعرفوه، اللي يعرفوا الناس. يعني لسه في محسوبيه حضرتك عايز تتكلم بمنتهى الصراحه على ده؟ طبعا. يعني ليه؟ مين قال ان المدرب الاجنبي احسن من المدرب المصري؟ مين قال؟ بالمناسبه رؤيتك لاخر المستجدات بقى، وفكره ان كابتن حسام حسن هيكون هو المدير الفني الفتره اللي جايه، ربنا يوفقه. انا ما اقدرش اقول غير كده. انما هتسالني فنيا اشمعنى حسام؟ يعني عشان ده مطلب جماهير. يعني احنا برضه اصل اي حد هنختاره بقى هنقول اشمعنى فلان؟ لا مش حكايه اشمعنى، لا مش اشمعنى. يعني مثلا لما جينا الكابتن جوهري طبعا حاجه. طب ما كابتن حسن شحاته انتقدوه في البدايه برضه. لا بس حسن شحاته يعني كان واخد كاس مصر مع النادي المقاولين وهو درجه ثانيه، يعني الراجل عمل حاجه طبعا، بس ليس المقياس الوحيد ان انا اقدر اقيم ينجح. يعني نفسي انا كلنا بس كلنا بس للاسف هو يعني لما جه حسام والجهاز مش قناعه من الاتحاد ده، عشان السوشيال ميديا عملت قلق وقالوا كتعويض بقى مطلب يعني مطلب جماهير انت فاهمني؟ هي دي النقطه بس. انما لو انا مقتنع ان حسام يجي اهلا وسهلا طبعا. انما انت جايبه او من وجهه نظري او وجهه نظر الناس اللي شايفه كلها ده مطلب جماهيري. طب انت فين اتحاد الكوره من الكلام ده؟ انت اللي بتدير، انت لازم تقول مين يجي ومين ما يجيش. انا بس هقول حاجه لان الوقت بيخلص، بس يعني خلينا نتفق ان احنا بجد لازم كنا نجرب تاني مدير فني محلي. لازم. يعني عندك صح. سنوات طويله جدا ماضيه فشل فيها المدير الفني الاجنبي. صحيح. بكل ما تحمله كلمه من معنى. صحيح. اعطاء فرصه لمدير فني محلي ربما يحدث يعني تغيير على الساحه، وكلنا نتمنى اكيد ده. انا اتمنى ان حسام ينجح والله. أمين. بجد والله نجاحه على فكره من
نجاحنا، من نجاح المنظومه. يعني كده. يعني فكره ان حد يحاربه اصلا ده مش ذكاء. لو نجح هو احنا نجحنا، يبقى يعني احنا لازم نقف كلنا معاه دلوقتي. بعدين احنا صبرنا كتير على اللي شلونا. بالظبط كده. ده هنيجي بقى على كابتن حسام. حسام اولى ان احنا نتشل مع بعض. بالظبط كده. صحيح. وده على المقفول. لازم بصراحه انا لا احنا بنهزر والله، بنتمنى ليك كل التوفيق. وانا متفائله والله بجد. انا حسام انا بحبه، هو دفعتي وانا بحبه جدا، واتمنى انه ينجح والله. ان شاء الله ربنا يصلح الاحوال. بنشكرك يا كابتن على وجودك معانا النهارده، نورتنا. شكرا كابتن ايهاب، وشكرا لحضراتكم اكيد على متابعتنا. هنرجع ناكد تاني يعني كل الدعم لكابتن حسام حسن. نتمنى ان هو فعلا يحدث فارق مع المنتخب ان شاء الله على الارض، ونشوف ده. وسعدنا مره تانية، دخل السعاده والثقه مره تانية لهذا المنتخب من قبل طبعا الجماهير المصريه. نشوفكم بكره ان شاء الله.